للمزيد ينضم إلينا الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي. أهلا بحضرتك دكتور رمضان. ووزير البترول يواجه بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مراحل مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة طبعا الجاري تنفيذها وفقا لأعلى معدلات الجودة. البتروكيماويات دكتور يعني مصر قطعت فيها شوطا كبيرا للغاية، كيف تصف ما تم من إنجاز في هذا القطاع إلى الآن؟ هو الحقيقة لا شك أن قطاع البترول شهد خلال السبع سنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة. الحقيقة تم تتويجها بتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. في هذا السياق بقى يجب أن نذكر أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منع تعرض مصر لكارثة اقتصادية كانت سوف تتعرض لها لو لم تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. حقيقة الناس مش واخدة بالها ان اسعار الغاز الطبيعي ارتفعت خلال عام واحد 10 أضعاف. ارتفع سعر الالف متر المكعب من $200 العام الماضي الى $2000 هذا العام. كانت فاتورة استيراد الغاز المصري حوالي $3 مليار سنويا، كانت ستصل الى $30 مليار سنويا الحقيقة لو لم تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. الناس لم تشعر بذلك لأن الأمور كانت عادية، لكن نحن كخبراء عارفين قيمة ما تم من إنجاز في هذا الإطار. الحقيقة كمان في إطار الاستراتيجية اللي تتبعها سياسة الوزارة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية أنه يجب التأكيد على منهج الاستخدام الأمثل لثروات مصر، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بتضع الوزارة نصب عيونها تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول الخام ومشتقاته بحلول عام 2023. ده بيأتي الحقيقة من خلال عدة محاور. أولا العمل على زيادة عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج الزيت الخام وتحقيق اكتشافات كبيرة مؤثرة لزيادة الاحتياط الاستراتيجي المصري من الزيت الخام. ثانيا، وده الاجتماع بقى النهاردة اللي تم، رفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير لكي تواجه الزيادة في الاستهلاك والتي يلزمها طبعا زيادة في الانتاج. الهدف الثالث أو المحور الثالث العمل على تنويع مصادر الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات باستغلال الفعاليات اللي كان آخرها مؤتمر إي جيبس 2022. الحقيقة في اجتماع النهاردة وهو اجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية اللي تم عقده برئاسة السيد الوزير مهندس طارق الملا، تضمن الاجتماع زي ما حضرتك ذكرت مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الرز. هذا المشروع اللي بيعد الأول من نوعه يعني في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم. بالضبط كده. ده بيأتي في إطار برضو تفعيل منظومة الحفاظ على البيئة اللي بتنتهجها الوزارة، وطبعا تخفيف أثار السحابة السوداء الظاهرة الجوية اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي الحمد لله بدأت تتلاشى. المشروعات إنتاج السولار بقى بشركة أسيوط لتكرير البترول وتوسعات نصفات ميدور، شركة ميدور أيوة. ده بيأتي زي ما قلنا في إطار منظومة رفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير في مصر. كل المشروعات اللي تم الإشارة إليها الحقيقة تأتي في سياق تحقيق الأهداف الأساسية لاستراتيجية الوزارة، وهي أولا زيادة القيمة المضافة لثروات مصر البترولية المحلية أو التي يتم استيرادها من الخارج. اثنين، توفير احتياجات السوق المحلي. ثلاثة بقى تخفيض فاتورة استيراد البترول الخام والمشتقات البترولية. الحقيقة يعني عشان نفهم وده يخلينا نتكلم عن البتروكيماويات يا دكتور رمضان. البتروكيماويات صناعة البتروكيماويات لا تقل أهمية بالتأكيد عن صناعة البترول لأنها أيضا بتعمل قيمة مضافة عالية جدا. بالزبط. ربما تصل الوحدة من الإنتاج للغاز الطبيعي
لو قلنا المليون وحدة حرارية بتصل ل 12 على سبيل المثال دولار، عندما يتم تصنيعها وعمل قيمة مضافة وإنتاج الستيرين والبولي إيثيلين وغيرها من المشتقات البترولية بتصل إلى $100 أو ما يزيد. فطبعا برضو من المشروعات التي تهتم بها الوزارة هي مشروعات البتروكيماويات. إنما الحقيقة في اللي تم مناقشتهم النهاردة كانت تركيز على مشروعات التكرير وعلى وحدة إنتاج الفحم بشركة سويس لتصنيع البترول. وطبعا لما حضرتك بتتكلم على الأهداف الاستراتيجية، الهدف الاستراتيجي الأول هو أنه مصر بتصبح مركز لتداول الطاقة. ده طبعا مركز لتداول الطاقة، ده بقت أمر مفروغ منه بدليل التمثيل على أرفع مستوى من جميع دول العالم في مؤتمر إيجيبت 2022. صحيح. إحنا شفنا في المؤتمر بيحضروا وزراء الطاقة والنفط والبترول من مختلف دول العالم، الاتحاد الأوروبي ممثل بشكل كبير جدا. ده الحقيقة بنسعى من خلاله لجذب المزيد من الاستثمارات. ليه؟ لأنه لما الشركات التي لم تعمل في مصر حتى الآن، لما بتشوف الشراكات الناجحة لمصر، لما تشوف نماذج التعاون الإقليمي لمصر مع قبرص واليونان وتكوين نواة منتدى غاز الشرق المتوسط، أيضا بتسعى لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وعمل شراكات جديدة ناجحة هي بالتأكيد مفيدة لجميع الأطراف. أخيرا يا دكتور، يعني عندما يتم الانتهاء من كل هذه المشروعات، مشروعات التكرير والبتروكيماويات، ونصل إلى اكتمال هذه البنية التحتية، مكانة مصر فيما يتعلق بالطاقة هتكون إيه؟ الحقيقة مصر زي ما حضرتك ذكرت بقت قلب الطاقة في منطقة شرق المتوسط تحديدا، لأنه مصر لديها بنية تحتية في المنطقة سوف تسمح لكل الاكتشافات الموجودة في شرق المتوسط من كل الجنسيات أن يتم تصديرها إلى أوروبا. قطعا طبعا عارفين الحرب التي الباردة التي تتم الآن بين روسيا والغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هي في الأساس على فكرة حرب على مصادر الطاقة أو على اقتصاديات الطاقة. فلما تكون مصر أحد بدائل أو مركز لتداول الطاقة على مستوى العالم ومصدر جديد بديل، فده بيديها أهمية قصوى. ليه؟ لأنه العالم أصبح قرية صغيرة دلوقتي، والجميع يسعى لتحقيق مصالحه ومصالح بلاده. مصالح الاتحاد الأوروبي دلوقتي بترتبط بمصر بشكل واضح جدا، لأنه لولا مصر والبنية التحتية المصرية لم تكن أوروبا تستطيع أن تستفيد من الاكتشافات الموجودة في شرق المتوسط بدون البنية التحتية المصرية ومصنعي الإسالة المصريين في إيدكو ودمياط. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي، شكرا جزيلا لك.